مساء الخير أعزائي جميعا. ضمن الحملة التي تقيمها المجموعة العربية للتوعية بالأمراض الروماتيزمية وتتبنى كل ما يهم مرضانا ويجيب على تساؤلاتهم، والحديث عن موضوع مهم وهو موضوع داء الذئب الاحمراري وعلاقته بالحمل والإنجاب، نلتقي بالدكتورة آلاء حازم استشارية أمراض النسائية والتوليد والأقم. مرحبا، مرحبا دكتورة مساء آلاء. الخير. دكتورة اسمحي لي أن نبدأ رحلة افتراضية مع سيدة مصابة بداء الذئب الاحمراري. السؤال الأول الذي يتردد في بال مشاهدينا هو: في ضوء هذا التقدم العلمي الهائل الذي يشهده العالم في تشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية والمناعية ومنها داء الذئب الذي يصيب النساء غالبا في عمر الإنجاب، السؤال هو: هل صار من الممكن للسيدة المصابة بهذا المرض تحقيق حمل ناجح؟ شكرا جزيلا على الاستضافة حتى أكون جزء من حملتكم للتوعية لأمراض لمرض داء الذئب. بالحقيقة نعم، بإمكان المريضة بداء الذئب أن تصبح حامل بطريق أو حمل ناجح أيضا، ولكن بشروط. طيب دكتور، إذا ممكن نتعرف على هذه الشروط؟ الشروط هي أولا أن يكون المرض غير فعال لفترة ما لا تقل عن 6 أشهر أولا. ثانيا، أن عند حصول الحمل يجب على المريضة الحامل أن تزور طبيب النسائية وطبيب الأمراض الروماتيزمية بصورة مكثفة ومنتظمة، والالتزام بالتعليمات اللي ينطيها. والشغلة الثالثة والمهمة هي الاستمرار على علاجها. إذا كان العلاج اللي تتناوله السيدة الحامل آمن في الحمل، يعني غير مؤثر على الجنين، ممكن أن تستمر، يجب عليها أن تستمر عليه. طيب دكتور، تحققت هذه الشروط وحصل الحمل، هل من الممكن أن يؤدي هذا الحمل له دهور في حالة المريضة المصابة بداء الذئب؟ ممكن احنا خلال الحمل يحصل تغييرات في الهرمونات، فهذه التغييرات ممكن انه تزيد فعالية المرض، ولهذا يجب عليها انه تستمر على العلاج اللي كانت تاخذه اذا كان آمن بالحمل. نعم. السؤال الآخر اللي يتردد كثيرا هو: هل ممكن أن تميز المريضة المصابة بهذا المرض حصول فعالية للمرض خلال حملها؟ هل هناك بالتأكيد علامات معينة؟ أكيد، هي عادة المريضة اللي مصابة بداء الذئب هي يعني مرض مزمن، فهي تعرف العلامات اللي ممكن أنه تحصل، وهي نفسها ممكن أن إذا زيادة فعالية المرض ممكن أن تشوف زيادة بالطفح الجلدي، ممكن أن تشوف آلام بالمفاصل، ممكن أن تشوف حرارة زائدة النحول وآلام بالجسم، ممكن أن يحصل عندها ارتفاع ضغط الدم وإلى آخره من الأعراض. نعم. هل هناك مضاعفات معينة دكتورة ممكن أن تحصل خلال الحمل لمرضى داء الذئب؟ نعم، ممكن أن تحصل للمريضة مضاعفات معينة منها. طبعا بالمناسبة، مريضة الحامل بداء الذئب نعتبرها مريض يعني حامل شديد الخطورة، يجب عليها متابعة مستمرة ومكثفة مثل ما ذكرنا. ممكن أن يحصل عندها زيادة في فعالية المرض، ممكن أن يحصل عندها خثرة دموية مثلا، خصوصا بالمريضات المصابات بمتلازمة أنتي فوسفوليبيد. هنا عادة يكون الأنتي فوسفوليبيد يعني موجود مع داء الذئب، ولهذا ممكن أن يصير عندهم خثرة بالأوعية الدموية العميقة أو خثرة رئوية. هذه موضوع خطير، ممكن أن يصير عندهم تسمم حمل. ممكن إذا نجي على المضاعفات اللي يصير بالحمل نفسه، زيادة احتمالية الإجهاض، ممكن زيادة باحتمالية تسرب السائل الأمنيوسي، ممكن احتمالية ولادة طفل خديج أو ولادة طفل وزنه يكون أقل من الطبيعي أو من المتوقع. يعني هذه المضاعفات ممكن أن تحصل لدى مريض الداء الذئب أكثر من غيرها. نعم، نعم. دكتورة، تعرفنا على هذه المضاعفات وإن شاء الله السلامة للجميع. هل هناك تأثير لداء الذئب على الجنين؟ ممكن من الممكن أن يحصل للجنين داء الذئب الولادي. هذا يعني نكتشف بعد الولادة أنه يصير عنده طفح جلدي، يكون عنده اختلال بإنزيمات الكبد، ممكن يكون عنده قلة بالصفائح الدموية، ممكن أن يكون عنده اعتلال في كهربائية القلب.
هذه حالة اختلال كهربائية القلب ممكن انه نكتشفها خلال، اذا شكينا انه ممكن الجنين يعني اصبح مصاب، ممكن نكتشفها بعمل ايكو جنيني لقلب الجنين في من الاسبوع 16 الى 18 لغاية الاسبوع 26 من الحمل. المرض الكونجنتال لوبس او اللوبس الولادي ممكن ان يختفي 3 الى 6 اشهر بعد الولادة. طيب، هل هناك مؤشرات معينة لعمل الإيكو؟ يعني هو ليس روتيني لكل مرضى يعني إذا الذئب كان هناك فعالية للمرض وتشك إنه أو وجود أجسام الجنين مضادة. مصاب، نعم، وبعض بعض المريضات عندهم أجسام مضادة معينة، فهذول أنت تعمل لهم الإيكو الجنيني. تمام دكتورة، سؤال يقلق المريضات الحقيقة، يقلق عوائلهم أيضا، وفي بعض الأحيان يقلق حتى الطبيبات النسائية بصورة عامة. هل هناك أدوية آمنة خلال الحمل بالنسبة لمريضات داء الذئب؟ وإذا هناك أدوية آمنة، ما هي هذه الأدوية؟ نعم بالتأكيد أكو أدوية آمنة على المريضة أن تستعملها وما تتركها خلال الحمل. مثلا عندنا عقار الهيدروكسيكلوروكوين آمن خلال الحمل، عندنا البريدنيزولون في جرعات قليلة للسيطرة على فعالية المرض آمن خلال الحمل، عندنا بعض الأدوية المثبطة للمناعة مثل عقار الإميوران، هذا يكون آمن خلال الحمل. لكن بعض يوجد أدوية غير آمنة للحمل إحنا ننصح المريضة اللي كانت تأخذه، مثلا الميثوتريكسين هذا غير آمن بالحمل، هذا العقار يجب أن يترك بالقليل 3 أشهر قبل ما تفكر أن تصير حامل. نعم دكتورة، وصلنا إلى موعد الولادة، هل من الممكن أن تحصل مريضة داء الذئب على ولادة طبيعية؟ بالتأكيد إذا ما كان أكو مانع للولادة الطبيعية يعني بغير اسباب، يعني حال الحمل العاديه اذا ماكو موانع ممكن انه تجيب ولاده طبيعيه، بس بشرط ان تجيب في مستشفى متخصص ويحوي على وحده للعنايه المركزه، العنايه المركزه للخدج للاطفال حديثي الولاده، هذا يجب. الا اذا اكو موانع للولاده الطبيعيه مثلا تسمم الحمل، هذا يستحسن نجيب عملية قيصرية إذا صار تسرب بالسائل الأمنيوسي، إذا صار طفل خديج، إذا كان الطفل كذلك أقل من وزنه الطبيعي يستحسن أن نجيب ولادة قيصرية. طيب دكتور، شكرا. هل من المسموح لمريضة داء الذئب أن ترضع طفلها طبيعيا بعد الولادة؟ بالتأكيد بالتأكيد مريضة داء الذئب ممكن أن ترضع أطفالها. إحنا من شنو نخاف؟ بمرضى الداء الذئب احنا نخاف من الادويه اللي تاخذها ليكون تفرز بالحمل، العفو تفرز بالحليب، لكن اكو ادويه ممكن انه ما تفرز بالحليب او تفرز بكميات قليله غير محسوسه او ما تاثر، مثلا الهيدروكسيكلوروكوين، البريدنيزولون بجرعات قليله، مثلا الاميوران، مثلا النانستيرويدال اللي هي الادويه ضد الالتهابات الستيرويديه تستعمل عند الآلام، إلا إذا كان الطفل عنده قلة بالصفائح الدموية، فهذه ممكن أن نستخدمها آمنا. نعم. طيب دكتورة، هل هناك نقاط تودين التأكيد عليها في نهاية رحلتنا؟ يعني أني نقطتين الحقيقة أحب أنه يعني أحب أنه المريضات عزيزاتي ينتبهوا لها. أولا أنه مراجعة مكثفة ومتابعة من قبل طبيب الروماتيزم والطبيبة النسائية اللي تراجع عندها. الموضوع الثاني هي ولادة سواء قيصر، الولادة يجب أن تكون في مستشفى متخصص. طيب وشكرا. شكرا جزيلا دكتور على المعلومات المفيدة اللي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء، العفو، شرفنا من أنا رحلتنا، أشكركم. آملين أن نكون قد أجبنا على استفساراتكم حول هذا الموضوع المهم، وليكن شعارنا دوما نحن الأقوى في مواجهة مصاعب الحياة. تمنياتي لكم بدوام الصحة والسلامة ومستقبل مليء بالإنجازات بإذن الله. شكرا.